منتاجها يا سيدي متفرد بالحسن والإتقان والإبداع. ركعتان من حافظ عليهما دخل الجنة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ففي هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل بلالا عن أرجى عمل عمله منذ إسلامه، أكثر عمل كان يرجو به ثواب الله تعالى منذ أن أسلم، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم سبب سؤاله ذلك بأنه سمع دفا عليه بين يديه صلى الله عليه وسلم في الجنة، أي سمع صوت مشيه بنعليه في الجنة. والدف معناه الحركة، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه بأنه له قدم في الجنة وأنه إن شاء الله تعالى من أهلها. فأجاب بلال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له هذا العمل بأنه كان لا يتطهر طهورا في أي وقت من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما استطاع أن يصليه. فبلغ به هذا العمل المبلغ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخول الجنة. وهذا الحديث يبين فضل الركعتين، سنة الوضوء، والذي هو دخول الجنة بإذن الله تعالى، كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والخلاصة أن ركعتي الوضوء ينبغي أن تكون عقب الوضوء مباشرة، فإن تأخرت عن الوضوء بوقت طويل كالوقت الذي يصلى فيه الفريضة فقد فات وقتها. والله تعالى أدرى وأعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.